ومعنا للتعليق على هذا الموضوع عبر الخط الهاتفي من بغداد الناشطة المدنية ناهد أحمد. سيدة ناهد، أهلا بك معنا. أهلا بكم، تفضلي. كيف تتابعين وتصفين مجرى الثورة خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما بعد مشاركة الطلاب بهذا الزخم وكذلك ملاكات العملية التعليمية في العراق في أكثر من محافظة؟ طبعا يعني فئة الطلاب المعروف عنها حاضرة في كل الانتفاضات، نعم، وكل المظاهرات، وهذه يعني ردة فعل طبيعية لكل كل فئة ردة فعل، فهم يعني هاي ردة فعلهم على تردي الأوضاع. نعم. ف يعني مو غريبة على الطلاب أو فئة الطلاب، لأن العمليات التدريسية انتفاضتهم وردة فعلهم هذه. هناك محاولات للفت الانتباه عن مطالب الثورة ومحاولات لإيجاد مسوغات لقمع الثورة والثوار من خلال استغلال بعض الأحداث التي تجري في العراق، كيف تتوقعين أن تقوم الحكومة والميليشيات باستغلالها؟ طبعا هذه وجود الحشد أمام السفارة الأمريكية هي أولا وصفتهم الحكومة أنهم غاضبين، بينما هم بالحقيقة هم الطرف الثالث اللي يقتل المتظاهرين بساحة الوتدة. بالضبط، هم نفسهم الطرف الثالث. وفي شيء آخر، هم يبون يلفتون انتباه المتظاهرين عن مطالبهم الأساسية وأولوياتهم، وهي إسقاط الحكومة. الحكومة هو هذا السبب. وبعدين هم كانوا استعراضيين ويا الجيش الأمريكي من ضربوا الأماكن تواجد الجيش الأمريكي. كانوا استعراضيين بالحقيقة، هم يعني قتلوا صحيح وأذوا، بس هو شنو الهدف؟ الهدف انه جذب الانتباه. نعم. جذب الانتباه ومحاولة سحب البساط من المتظاهرين. نعم. في المقابل استاذة ناهد، إعادة النشاط للتواجد الإيراني في العراق. نعم. أستاذة ناهد، في المقابل تستمر الحكومة كما تلاحظين في إطلاق الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين، يعني لا تتوقف عن ذلك، ولا سيما في ساحة الوثبة وفي غيرها من الساحات. التعامل بهذه الطريقة الأمنية العسكرية مع المتظاهرين لا يزال متواصل، كيف تصفون ذلك؟ والله انا افسرها ان هم الطرف الثالث، هم نفسهم الطرف الثالث اللي راحوا امام السفاره الامريكيه. يعني هم ان يقتلونا بينما الحكومه توصفهم بالغاضبين. احنا تقمعنا وانهم توصفهم بالغاضبين، وهم نفسهم القتله مالتنا. طيب، المعلمون الذين يعبرون عن مساندتهم للثورة ويندّدون بتردي الواقع التعليمي، ما أثر دخولهم على خط الثورة على مسارها وعلى قوتها؟ هذا تعزيز، يعني بالنسبة لسؤالك. نعم. بالضبط نفسها، بالضبط. أتحدث عن دور المعلمين، ولا سيما في بابل تحديداً، دورهم والمشاركة الكبيرة لهم في زخم الثورة وفي حضورها في تلك المحافظة. والله محافظة الحلة المعروف عنها شعب مثقف، أنا بديها. نعم. محافظة بها طبقة من المثقفين. نعم. وعي عندهم جدا عالي، وهذا طبعا هذا
يعني سيادة تصير لهم ردة فعل. وطبعا تعزيز اجهاض للتظاهرات العراقية. نعم. شكرا جزيلا لك السيدة ناهد أحمد الناشطة المدنية، كنت معنا من بغداد.